طب هو في سؤال مشترك لحضراتكم، هبدأ بالدكتور نبيل وبعدين هسمع إجابة حضرتك. الدكتور نبيل كان، عفوا يعني الدكتور جراهام كان أشار في إجابته إن خلاص الزمن اتغير فيما معناه يعني، وبقى صعب إن أنت تحجب معلومة، أو خلاص إحنا كل العالم كله قاعد مع يعني على التليفون، في هجمة ثقافية على المجتمعات العربية، على الهوية العربية، وبتأخذ مناحي كثيرة للغاية. مش بنتكلم حتى على الثوابت القومية زي القضية الفلسطينية مثلا، لا احنا بنتكلم على الإنسان العربي نفسه. وشفنا يعني مشاكل أو ممارسات لمنصات معنية بالأطفال حتى، بدأت تروج لفكرة المثلية وقبول المثلية في المجتمعات العربية أيضا. كيف يتم مواجهة هذا الأمر؟ يعني لا أعرف كيف أبدأ الكلام في هذه النقطة، ولكن يعني هذا الواقع الصادم نستحقه، إحنا نستحقه حتى نستفيق، لأنه لعقود طويلة ولسنوات طويلة كان الخطاب الإعلامي العربي لم يكن بالمستوى المطلوب. تمام، هذا أولا. ثانيا، قبل قليل تحدث معالي الوزير، نحن في عصر السماوات المفتوحة. صحيح. اليوم أنت في بيت ليست فيه لا أبواب ولا شبابيك. ومع الوزير كان بيقول ايه، سيب الابواب مفتوحه بس خلي عينيك مركزه. طب هو انت لن تستطيع ان تترك الابواب مفتوحه لانها مكسره رغما عنك، قد قلعت رغما عنك. لا. مارشال ماكلوهان كان يقول قبل 40 سنة 50 سنة، كان يقول اننا سنتحول في يوم ما الى قريه صغيره سماها القريه الكونيه. الان احنا كنا في وسائل التواصل الاجتماعي نجلس في غرفه واحده، الكوكب كله يجلس في غرفة واحدة الآن. طبعا وأنت تتعرض هويتك الوطنية، الدولة القومية. صحيح. تتعرض نزولا ووصولا إلى المعايير التي تحدثت عنها. وأنا انتبهت بالمناسبة بالأشهر الأخيرة إلى محاولة جعل هذه القضية، قضية المثلية عبر ديزني وغير ديزني، تسرب إنه وكأن الأمر واقع يتم القبول به. تمام، هذه مشكلتهم بغض النظر عن طريقة دي ثقافتهم ومجتمعاتهم، وبغض النظر عن طريقة نظرتنا الشخصية إلى هذه الأمور. لكن هنا يجب أن نطور من أساليبنا، هنا يجب أن نبدأ ببناء منظومة كاملة قائمة على البحث العلمي والتجربة والممارسة، يعني وأن نجعل كل الأمور مطروحة للنقاش، مطروحة للنقاش، لكن وفق مزاجنا، وفق معاييرنا، وفق قيمنا، بهويتنا، بألواننا، لكن ربما تكون بأدوات حديثة. بالمناسبة هذه الهجمة في جانبها الإيجابي أنها تدفعنا لتطوير أنفسنا، لتطوير محتوانا، للبحث كيف يمكن أن نكون صادقين مع بعضنا في أن نتحدث أكثر في طرق تنشئتنا. بالعكس، إذا استطعنا أن نقوم أو أن نشتغل بهذه الميكانيزمات، ممكن أن تربي نشأ وجيل شخصيته قوية. ما مو أن يصل عمره 18 سنة هو يستحي أن يسأل أبوه والعيب أو الكذب أو ما أعرف شنو. ممكن أن تخلق أجيال ذات شخصية قوية. أنا بتقديري، وليست يعني لا أعتقدها خيالية، أنا بتقديري أن الجانب الإيجابي في هذه الهجمة يجعلنا نبحث عن الحلول وطرق الرد بمستوى كفاءة وذكاء الرسائل الموجهة إنه يجبرك أن تطور من شغلك. أنت فاتح فرن بتاع عيش في منطقة معينة، يجون أربعة يفتحون يمك أفران عيش بمواصفات عالية، لازم تدخل عندك واحد السباق. من اثنين، يا إما ترفع معاييرك يا إما تسكر. صح.